أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد ومن والاه، وبعد، أحييكن الغاليات بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. حقيقة، وقبل كل شيء أريد أقول، يعني أول شيء اللهم لك الحمد على هذا الفضل. حقيقة لأنه الفترة الماضية لما صارت لي كذا الأزمة الصحية هذه لفترة، يعني شعرت بنوع من الحرمان، لأنه ما راح أقدر يعني ألقي المحاضرات، وتوقفت عن دروس التأملات. وحقيقة هذا شوية عمل لي كذا نفسيا، حسيت كأني معاقبة، لكنه يعني حقيقة المنسقات أعتبر أنهن رزق من الله تعالى، رزقني إياه خلال هذه الأيام اللي توقفت فيها عن المحاضرات اللي هي أونلاين، لكن الله تعالى وفقني للمحاضرات الحضورية، فاللهم لك الحمد. فأنا أسأت يعني فعلا الظن بالله، وأستغفرك ربي وأتوب إليك، لكن الله تفضل علي. أنا في رأيي الحضور بعد أفضل وأفضل، فتفضل الله علي بهذه المجالس، ولله الحمد خلال الأيام الماضية إنه ألتقي بالوجوه السمحة، ألتقي بالوجوه الطيبة، ألتقي بالأخوات اللواتي يشتركنا في نفس الهدف، ألا وهو مرضاة الله تعالى. فهذا فضل من الله تعالى علينا جميعا. فشكرا لكل المنسقات حقيقة اللي اتفقوا معي خلال الفترة الماضية. حقيقة أنتم نعمة من الله، يعني الله تعالى رزقني إياها خلال هذه الأيام، وإلا لكنت حبيسة إيش، بس اللهم أسوي ذاك الدورات. ولكنه حقيقة اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. فهذا فضل من الله تعالى ونعمة. الأمر الآخر طبعا كما تعرفون، نحن مقبلين على يوم عرفة، وهذا يوم يعني مغبون من فرط فيه، وخسران اللي أصلا يعني يضيعه، لأنه يوم قد يصلح لك حياتك كلها وشأنك كلها في يوم واحد. ولأن يوم عرفة هو يوم الدعاء، ولذلك كان الأصل أن أعرف كيف أؤتى ما أسأل، وكيف يعطيني الله تعالى ما أسأل. لكن لازم نعرف أن هناك آداب، وأن هناك قواعد، وأن هناك أسس لابد أن نتعلمها قبل كل شيء. ما بس تعال يعني كما يقولوا إيش، خذوه فغلوه، لا، الدعاء ما هكذا، هناك ضوابط كذا ها راح نتعرف عليها إن شاء الله شوي شوية. وفي نفس الوقت راح نفهم حتى لما يجي يوم عرفة بإذن الله تعالى نكون مستعدين أفضل استعداد. فالحمد لله على التوفيق في إنه إحنا نجلس مع بعض ونتدارس هذا الأمر. قبل ما يعني أدخل في الموضوع، شوية النشاط، نحرك شوية كذا الأدمغة. تو ذا غاويقة يا سيدة، حلو انت ما يطلعني ما شاء الله عليش. أخليش المخرج، إيش رايش؟ خلاص. طيب نشوف مع بعض الصورة أمامكم الآن. ها، سؤال مطروح عندكم شخصين، واحد لابس لباس الغوص، والثاني لابس اللباس عادي، أيهما أقدر على الغوص والسباحة؟ المستعد. نعم، يمكن عقب قلتي قبل المستعد. قلتي قبل المستعد. أيهما بمنطق البشر، بمنطق البشر اللي جاهز، صح، بمنطق البشر اللي جاهز. احنا اعتمدنا على المظهر الخارجي، لكن يمكن هذا بس جالس يقرب اللبسة، ما يعرف شيء في السباحة، صح ولا لا؟ والشخص الآخر أصلا يمتلك مهارات السباحة، فليس بالضرورة الظاهر يدل على الحقيقة. ولذلك عندما تدعو أنت تظن أنه تحتاج إلى لبس، تحتاج إلى معدات، تحتاج إلى أدوات، ولكن الأمر أصلا هذه المهارات وهذه الأشياء موجودة في داخلك.
يعني كثير ناس احيانا لما يقال لهم انه يوم عرفه يوم دعاء، كل اللي يفكر فيه خليني اجمع اكبر قدر من الادعيه، تمام، في حين انه اصلا هو كل ما يحتاجه هنا داخل موجود، الا وهو صدقه وايمانه وتوجهه لله. فبالتالي احيانا يظن الانسان ان الاستعداد الخارجي هو مهم، لكن هناك ما هو اهم. انا ما اقول ان الاستعداد الخارجي ما مهم، طبيعي طبعا كل ما كنت مستعد، عندك استعداد خارجي واستعداد داخلي صار الموضوع افضل وافضل، لكن لا يكون ذلك على حساب استعدادك الداخلي. واليوم احنا بنشتغل اليوم على موضوع الاستعداد الداخلي، هذا كيف انا اكون من اهل الاستعداد الداخلي ان شاء الله ليوم عرفه، بحيث عندما ادعو الله تعالى تجاب دعوتي بامره تعالى. وانا اريد اقول لكم اياها، من صدق في دعائه وتيقن فان دعاءه يجاب قبل ان يقوم من مكانه. اللي يصدق فعلا، لان الله تعالى سريع الاجابه، ما ممكن يخليك تدعو وفي نفسك حاجة ثم يتركك، ما ممكن. لكن لازم أكون أنا إيش ممن يستحق هذا الدعاء ويستحق أن يجاب، لابد أن أكون من أهلي الذين يجب أن يجابوا. سيدنا عمر رضي الله عنه ماذا قال؟ قال والله لا أحمل هم الإجابة، لأنه هو متيقن إن الله تعالى سيجيب، ولكن ماذا يحمل؟ هم الدعاء. هل يقصد هو هم الدعاء يعني أنا أنه أجلس في محرابي، ولا أجلس ماخذ اللي خلينا نقول سجادة أبو 50 ريال، ولا مصباح أحسن نوع، ولا لا لا لا. لما يقول هم الدعاء يعني هم كيف أنا أدعو الله تعالى بصدق وبيقين. اليقين هو الأهم قبل كل شيء. طيب إذا نحن بنروح كذا في الرحلة شوي شوية حتى نصل إلى إن شاء الله بإذن الله تعالى طريق الإجابة. ما أعرف شو يتحرك؟ أيوة. عاد أنا ماله، فأنا بحرك كذا وانتوا قولوا لي وقفي. انزين؟ عشان ما أجلس كل شوية كذا. انزين يكون زين. بدل ما أنشغل به يكون زين. جزاكم الله خير. طيب كما ترون الآية في سورة إبراهيم، وآتاكم من كل ما، الله تعالى كل شيء أنت تريده خطر في بالك أو ما خطر في بالك موجود، خلق قبل أن تطلبه. وآتاكم من كل ما، بس في معنى أعمق بعده في هذه الآية، وآتاكم من كل ما سألتموه. إيش يعني؟ يعني أنك أيها الإنسان في واقع الأمر أنت تمتلك نقطة البداية اللي تقدر فيها، اللي تقدر فيها تحصل على ما تريد. يعني الله تعالى ما خلقك بدون شيء، بل خلقك بالحد الأدنى من المهارات والقدرات والإمكانيات والأدوات اللي تحتاجها من أجل الوصول إلى ما تريد. أول كلمة إحنا دائماً نبدأ فيها سواء في قراءة القرآن الكريم أو في أي عمل، ماذا نقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صح؟ ماذا تحت الباء؟ نقطة. هذه النقطة ما تساوي الصفر بالعربي؟ صح؟ شايفين الصفر لما يقول بدأت من الصفر؟ يعني بدأت من أدنى حاجة، فكلنا نمتلك أدنى حاجة ممكن نحتاجها للشيء اللي نريده. لكن وش مشكلتنا؟ شايفين الصورة اللي قبل؟ نظن أننا نحتاج إلى لبس، نحتاج إلى الزعانف، نحتاج إلى عدة، نظن ذلك. مثل وش أحياناً؟ لما نشوف شخص مثلاً مسوي مشروع وكبير مشروعه، يجي واحد يمر يقول ما أنا لو كنت وارث ولو عندي بيستين كنت سويت. لكن هذا ود مليونيرية، صح؟ عنده فلوس لكن أنا ما عندي. ومن يقول ذلك فهو يفتري على الله افتراء دون أن يعلم. لماذا؟ لأنه في واقع الأمر عندك الإمكانية اللي تخليك تكون مليونير، عندك، لكنك لا ترى إلا خارج، لا ترى في داخلك، ما تشوف إيش الإمكانيات اللي عندك ولا تشوف القدرات اللي عندك، فتظن أن ما تحتاجه هو الأشياء الثانية اللي موجودة عند الآخرين أو عند شخص آخر. طيب ك
كلمة ما سألتموه أي أن الله تعالى وضع فيك الحد الأدنى الذي تحتاجه من أجل الحصول على ما تريد. يعني كل واحد، خلينا نقول مثلا أيا كان الطلب اللي تريدوه، أعطوني أمثلة للأشياء اللي تريدوها في حياتكم وتريدوا تدعو الله تعالى إياها في عرفة، أعطيني أمثلة. ذرية مثلا، بعد ها حفظ القرآن، ها الفردوس الأعلى، ها سداد الديون، تمام، سيارة، هداية أبنائنا. طيب تعرفوا أن كل الأشياء اللي قلتوها في واقع الأمر زراعتها، البذرة اللي تزرعوا فيها هذا الأمر موجود عندكم، يبدأ من عندكم. وهنشوف هذا كيف يبدأ من عندنا، يعني إيش معناه أنه أنا عندي الإمكانيات والقدرات. أنت تحتاج فقط أن تشاهد هذه القدرات والإمكانيات، لأنه البعض أحيانا ما يستوعب كيف نوبة عندي، يعني لا أشتغل ولا شو اسمه، ولا عندي فلوس أروح المستشفيات، ولا عندي كذا وكذا وكذا، ما عندي، كيف أحصل، كيف تقول أنه عندنا الحد الأدنى. هذا ما نعرفه إن شاء الله بالتفصيل. لكن يقول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله، ما راح تحصوها أصلا. لكن صار المشكلة ويش، إحنا نظرتنا وين، برا، نظرتنا ما في الداخل. إن الإنسان إذا أنا عشان أحصل على ما أريد لابد أن أكون مؤمن، والمؤمن لا ينكر ما عنده. إحنا للأسف نكفر بما عند الله وإحنا ما منتبهين. كيف؟ لأن أقول ما عندي، ما قلت لكم هذا من التعدي، قولوا ما عندي، ولكن في واقع الأمر أنت ماله، أنت عندك، ولكنك لا ترى ما تقول إيش، ما عندي. طب هتقول لي واحدة زين، واحد يعني باغي يسوي مشروع من هين عنده؟ بقول له ببساطة اللي تشوفوها الآن أمامكم هذا نموذج. الآن عندها مشروع، لكن سابقا كانت مديونة بما يقارب 250,000 ريال. يعني تعرفوا إيش مديون؟ يعني ما بس صفر، أنا تحت الصفر ب250,000 ريال عماني، متخيلين؟ ما بس إنه ما عندي، أنا تحت الصفر. هذا حتى تفاجئ، جاته صدمة، حتى الجهاز انصدم. هذه الحقيقة، من 250,000 إلى والله الحمد. فالمسألة يعني في ناس ممكن ما أصلاً ما مديونة بهذا المبلغ، بس تريد تسوي مشروع. يعني فوق ما إنه أنا أحتاج أعمل مشروع، أنا أيضاً مديونة. كيف استطعت؟ كيف وصلت؟ فضل الله تعالى. ماذا تملك؟ أمل تملك مهارة تدريب والإلقاء، محتاجة ذي شيء؟ لا، بدأنا شوي شوية شوي شوية ندرب، نتدرب، نتعلم، نتابع أحياناً فيديوهات اليوتيوب، نقرأ الكتب شوي شوي، ماله توسع الأمر، سددنا الديون ولله الحمد، انتهى الموضوع. خلاص الحين عندي مشروع، إذا حابين تجي تزوروني في المكتب إن شاء الله بإذن الله تعالى. فالعملية إيش؟ محتاجة شيء؟ عندك، أنت تقول ما عندك، هي مهارة الله تعالى أودعها فيني، قدرة الله تعالى أعطاني إياها. بس إحنا أحيانا مو نشوف إلى النقص، نرى إلى النقص ولا نرى إلى الموجود، وهذا اللي يخلينا نكفر فنقول ما عندنا. واحد يقول له ابدأ مشروع، يقول لك ما عندي من هنا أجيب. في نساء، أنا أعرف نساء، وخبرت يمكن سابقا الأخوات إنه في نساء بنوا بيوت من خبز العماني، تسوي خبز عماني، وعندها بيت كبير ملك من الخبز العماني. هتقولي مستحيل؟ لا ما مستحيل، جمعت الريال فوق الريال بالضبط، والله بارك لها حتى أصبح لديها بيتا ولله الحمد. فالعملية تعتمد على أنه أنت عليك أن تؤمن بما أعطاك الله تعالى ولا تكفر به. لذلك الله تعالى قال إن الإنسان لظلوم كفاء، يكفر ويجحد. طيب
لا ما تحركي بس بخبرك أنا لما تحركي إن شاء الله. في الآية الكريمة عشان نعرف أنا كيف يأتيني الله تعالى مما أسأل فأراه حقا وواقعا. الله تعالى يعلمنا أنه إذا سألت أنت تسأل، والله تعالى يقول وآتاكم من كل ما سألتموه، ثم يجيبنا الله تعالى في سورة البقرة ويقول لنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لكن قالنا في شرط فليستجيبوا لي حاجتين، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. طيب يا رب كيف نستجيب؟ كيف نؤمن؟ كيف نحقق هذا الشرطين؟ كيف أكون من أهل الاستجابة؟ نشوف علامات الإيمان وعلامات الكفر في الشريحة اللي بعدها. طيب علامات الإيمان، قال لك إذا كنت من أهل الاستجابة عليك أن تكون من أهل الإيمان، لأن المؤمن هو الذي يستجيب. طيب كيف أستجيب يا رب؟ قال أن يمتلئ قلبه بالرضا، يمتلئ قلبه باليقين، يمتلئ قلبه بالتوكل، يمتلئ قلبه بالشكر. لماذا؟ لأن اليقين يؤدي إلى التسليم. اليقين راح يخليك تسلم، هذه استجابتك. ولو كنت من أهل اليقين لسلمت الأمر لله. لما واحدة بتعرف أنا كيف عندي يقين، ما علامة اليقين، كيف أقدر أقول إنه هذا الإنسان عنده يقين؟ كيف كيف؟ مو العلامة، ما العلامة الظاهرة عليه؟ ما اليقين له علامة؟ مطمئن، شيء ثاني غير الاطمئنان، شاكر ذاكر، بعد نعم يقول أنا عندي، ممتاز. بعد يؤمن بالله، أيوة، بس إيش علامة اليقين هذا، الإيمان هذا إيش علامته؟ حسن ظن بالله. ما زال هناك علامة ما قلتوها وهي أهم علامة، ما يفكر ولا يحاتي. كيف يعني ما يفكر ولا يحاتي؟ ها ها، نفس مطمئنة، أيوة. كيف يعني؟ بس قالتها هي محفوظة، قالتها أنا فاهمة هذه كل الأشياء، بس في تفاصيل حياته كيف تظهر؟ ينسى ما دعا، اليقين أن ينسى ما دعا، يعني ما ينشغل أنا دعيت في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني وأنا أنتظر، هذه هي علامة اليقين، أن أنسى ما أنشغل فيه، نسيته خلاص تماما وأبدأ أكمل حياتي. ما جالسة الحين واحدة تقول والله أنا نسيت وأنا أكمل حياتي، لا حبيبتي، كيف علامة يقينك؟ قالت أنا نسيانة طول اليوم، بس تبقي أحيانا تجيني كذا بين فترة وفترة، معناته ما يقين. اليقين يعني يساوي صفر شك، مش شك أبدا. اليقين معناه الموضوع خلاص. طب أنا لما أقول لش فلانة، اسمك زبيدة، زين زبيدة، خذي هذه مثلا 1000 ريال أمانة عندك، تمام، وأنا عندي يقين إن زبيدة ما تضيع الأمانة، هل أجلس كل شوية أتصل بها زبيدة أقول لش كيف وضع الأمانة؟ أتصل؟ ما بتصل لأنه عندي يقين، صح؟ هل أجلس طول الليل يا ترى زبيدة تلعب بهن ولا ما تلعب بهن؟ أتصير تسوي بهن مشروع، أتروح بهن صلالة ولا ما تروح بهن صلالة؟ إذن أين الإيمان؟ أين اليقين؟ شك، صح؟ فإذن اليقين ما كل شوية الفكرة في راسي، حتى لدرجة إنه في ناس تقولش والله أنا عندي يقين وصابرة ومتأكدة أن الله تعالى بيجاوبني، لما تجي تسأليها قولي له وليش الموضوع في لسانش إذن على طول؟ الحين بنجي على موضوع الإلحاح، لأنه دائما هذا الموضوع يعمل إيش؟ يعمل قلق عند الناس ويظنون أنه يفترض أنه أنا الإلحاح معناته أنه يتعارض مع فكرة اليقين،
انزين خليني اوضح لكم ايش فكره الالحاح. اصلا فكره الالحاح تخدم اليقين في اساسها، تخدم اليقين، لكن هناك الحاح ياتي بعد خوف، او بمعنى صح الانسان يلح 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 هو في داخله اصلا ما مصدق انه بيحصل. لكن هناك ايوه في تعلق في الحاجه اللي هو يريدها، يعني تلح تلح بس ويش حتى وهي تدعو يعني تحس شويه كانه ايش تو هيصير الموضوع ولا ما يصير، يعني في نوعا ما صحيح الحاح ولكنه للاسف ماله يخالطه نوع من الشك، ولذلك ما راح يحدث الامر. فاليقين لابد ان يكون صافي تماما. هل نلح ولا ما نلح؟ هذا السؤال دائما دائما يطرح، دائما يطرح. ما عرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يعيد الدعاء ثلاثا وهذا هو منتهى الالحاح. اما انه يعيده كل مره كل مره كل مره ما فيه. والحديث الذي يقول ان الله يحب العبد اللحوح غير صحيح. زين حديث ضعيف ما صحيح. اذا ما الذي الله تعالى من الذي ورد عن النبي ان النبي كان يعيد الدعاء ثلاثا؟ هذا هو الالحاح الحقيقي، يعني انا في الجلسه الواحده اؤكد على الله طلبي، اؤكد على الله طلبي في جلستي، ثم ماذا؟ انتهى الموضوع. المشكله ان انت كل مره تلح 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 يصير عندك ايش تعلق، بل ان يصبح الامر لديك حسره. ليش في ناس تقولنا صار لي 20 سنة ادعو بنفس الدعاء، ولما تجي تسالي ستعرفي انها متعلقه بما تريد وما ممكن. افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن؟ من اللي هيجيب لك؟ من اللي هيجاوبك غير الله تعالى؟ طيب اذا اليقين يقابله ماذا؟ اليقين يقابله تسليم، ثم ان الرضا يقابله ماذا؟ تفكر. ايش يعني تفكر؟ الرضا يقابله تفكر، يعني من علامات الرضا كيف اعرف انه هذا الانسان راضي؟ قال لك علاماته التفكر، كيف يعني؟ ايوه يتفكر في ماذا؟ اي انه يركز على الموجود ولا ينشغل به، ويبدأ يتفكر ما الذي الله تعالى أعطاني إياه وأحمد الله تعالى وأقبل به. هذا أقل شيء، هذا أدنى حاجة. ولذلك من علامات الإيمان أن تكون من أهل الرضا، ومن علامات الرضا أنك تكون من أهل التفكر. إذن من علامات اليقين أن تكون من أهل التسليم، خلاص الموضوع تنساه. طيب من علامات الرضا أن تكون من أهل التفكر. إيش يعني من أهل التفكر؟ أي أبحث عن الأشياء اللي موجودة عندي وأنسى الأشياء المفقودة اللي أنا أحتاجها، أنساها ما أفكر فيها، أفكر بويش؟ بالموجود. مثلا من علامات الرضا، أعطيكم من علامات الرضا تو أيام العيد، حرمة ما عندها فلوس تشتري لبسة العيد، فمو قالت شوفوا من علامات الرضا، تعال أنا عندي ملابس، ها أيهما سألبس؟ تقول أنت عملية بسيطة، تظنيها عملية بسيطة، لكن مجرد أن أنا أقول حال نفسي ما دام عندي في لبسة ما لابستها واجد أغسلها أكويها أبخرها ألبسها وخلاص. لكن في ناس علامة التفكر ما لهم يسويهم، يا ما نزل الرواتب، أعطوكم بومبة ما نزلوا الرواتب، مو تسوي اللي ما عنده علامة رضا شايفينها فوقي، فمو تسوي تصير تكلف على ذاك الفقير بس مزاجها، صير تصرف صير تدي يا بنت الحلال انت وعدت الهايشة وباغى اذبحها ما عندي حالها، ما نزلوا الراتب، ما اعرف ما يستوي قل العيد وانا ما البس جديده. تو من قال انه لازم جديده؟ النظيف، هو اللبس النظيف هذا يقصد به، ما يقصد به انه لازم جديد. طب انسان ما عنده فقير مو يسوي بعمره يعني يتصرف، وشدهم تو العمانيين صدمة، الرواتب ما نزلوها وكانوا ينتظروا وعاقدين الآمال والأمنيات. هذا هو ما يعرف به التعلق. ايوه احنا في اي بي، احنا ما حد كلمنا
احنا ما عليك الا ما ناقشنا، احنا حاله خاصه. لكن انا كان السؤال حقيقه اللي اتفاجئ منه انه في ناس صدمت. طب انتوا اصلا تقديم الرواتب ما تم ذكره الا تو مؤخرا، وانتوا عارفين قبل انه اصلا ما ينزلن، وبعدين طلعوا اشاعه وقالوا ينزلن، صح؟ ليش انا اعتمد على كلمه ظهرت مؤخرا؟ فعقيت واعتمدت على شيء ما له لا قرار رسمي ولا حاجة، وهذا مو يتبع وسائل التواصل. مال تقاعد؟ ايوه مال تقاعد، مال منفعة يمكن نازلات، لكن ساكن ابوي يشتغلوا بعد الرواتب. وانا اقول لكم اخير صح، احسن يروحوا بهن صلالة، يعيدوا خلاف يروحوا صلالة. طيب تفضلي. يعني بمعنى إذا أنا لو دعيت ربي دعاء أنسى إني دعيت هذا الدعاء في هذا الحوار. أيوة. خلاص. أنا بعطيكم مثال بسيط يمكن البعض شوية المثال يعني حساس لكنه بذكره ما إشكالية. بعطيكم مثال. ما يصير أحيانا الواحد يطلب مثلا قرض من البنك، بنك الإسكان صح؟ فإيش يسوي؟ خاصة زمان، الحين عد الواجد في الموضوع، لكن في ناس أحيانا تقدم طلب وتنساه تكمل حياتها، أو في أحيانا الناس تطلب مساعدة وتقول لك نسيانها ينساها، وإذ بها تأتي في وقت هو في عز حاجته. الفكرة هي إنه هل كم مرة تقدمي أنتي طلب أصرينش؟ كم مرة؟ يوم تقدمي حال بنك الإسكان كل مرة تجددي الطلب؟ كم مرة؟ هذا أنتي بنك الإسكان؟ ولله المثل، محتاجة كل مرة تجددي الموضوع. الله تعالى يعرف، الله تعالى يسمع ويرى، الله تعالى يسمع ويرى. طيب نعم. طيب طيب هناك دعاء للعبادة وهناك دعاء لطلب دنيوي. أما دعاء العبادة بمعنى إنه أنا أريد من الله تعالى هنا أريد به وجه الله تعالى، يعني أريد به خير الآخرة خلينا نقول، أو إن الله تعالى يرضى عني، هذا شيء يفترض أن يكون نوعا من أنواع الذكر المستمر. هذه أدعية نسميها بالذكر المستمر، هذا لازم أنت أصلا يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب أسألك الجنة وما يقرب إليها، يا رب، وأذكار الصباح والمساء، هذه ضمن ممارسات يومية لابد أن تقوم بها. أنا ما أتكلم عن هذه الأمور، أنا أتكلم عن الطلبات الدنيوية. أنا أريد بيت، أنا أريد سيارة، أنا أريد شكش باي سيارة، الله يرزقش يا رب، وسايق معاها يا رب. أيوة. دعاء ماذا؟ شوفي مثل ما قلت لك، كل ما هو له علاقة ب ما يرفعك في الآخرة ويرفع أبنائك في الآخرة هو ذكر. يعني إنك تدعي لأولادك بالهداية هذا يجب أن يكون مستمر، تمام؟ أن تدعي لأولادك بالهداية لأن الهداية هذه تنفعهم دنيا وآخرة، أن تدعي لأولادك باليسر هذا ينفعهم دنيا وآخرة. ولكنه يعني مثلا أسألك سؤال، أنت في امتحاناتهم تعرفوا أنه أغلب الناس التي تدعو بنجاح أبنائها في الامتحانات، الناس المشغولة اللي تدعو بأبنائها في الامتحانات كيف حالتهم؟ كيف وضعهم؟ خلينا نكون صريحين، كيف وضعهم؟ ما تقول الدعية لله تعالى انت، اذا ليش متوترة؟
فإذا معناته إلحاحها هنا ماذا فعل بها؟ ماذا وقف؟ المايك وقف؟ زين المايك. طيب إلحاحها ماذا فعل بها؟ أوقعها في حالة من الشك، توتر، التعلق. يعني أنا أعطيكم على سبيل المثال، متى ما حضر الدعاء مرة واحدة في نفسك، عشان بس نخرج من اللغط والجدل، متى ما حضر الدعاء خلاص هي مرة وكملي حياتك. وصلت الفكرة؟ هنا هو هذا المقصود. يعني أنا أولادي طالعين وين؟ مدرسة، اللهم احفظهم، اللهم استودعتك إياهم، هتظلي طول الوقت تدعي اللهم استودعتك إياهم، اللهم استودعتك إياهم، اللهم استودع. هي مرة واحدة صح؟ خلاص انتهى الأمر. هل تعيدين الدعاء ولا تكملي شغل البيت؟ تعرفوا أنه اللي يعيد 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 هو إنسان مريض بالوسوسة؟ يعني خلاص هو يوم جديد، هو يوم جديد. نعم هو يوم جديد، أعيد الدعاء، هو يوم جديد ما في بس. يعني أيوة الأمر، لكنه أنه أنا أجلس كل وقتي كل وقتي. تعرفوا الآية اللي تقول أنه إذا في حد يذكرني بس أنهم يدعون الله على جنوبهم وقيام وعلى ظهورهم وهم قاعدين وهم جالسين، ما تحضرني مقدمة الآية؟ لا، هذه المتقين. في آية فيما معناه، فيما معناه أنه إذا صابتهم شيء تلقيهم يعني كذا أفئدتهم مالها، مشغولة بالدعاء خلاص ذيك الساعة لما تصلهم مصيبة. مش اللي طبيعة حياته أصلا هو يدعو ومرتبط بالله تعالى ويذكر الله تعالى، لا، وإنما في ناس لما تكون في عندهم مصيبة وهم جالسين وهم واقفين وهم نايمين وهم مع الناس بالهم ماله مشغول، هذا دليل على إنه ماذا؟ خلل، في مشكلة. ما تحضرني؟ إذا حضرتني الآية إن شاء الله بقولكم إياها بإذن الله تعالى. حاليا ما حضرتني الآية. طيب أيضا التوكل رقم 3، التوكل. ما علامة التوكل؟ السعي. كيف أعرف أن أنت متوكل؟ أنه أنا مستمر أسوي باللي أقدر عليه، أخذ بالأسباب. لأن البعض يظن أن التوكل معناته تترك الأسباب، ما صحيح. التوكل يعني أن تترك أمر تحقيق ما تريد ماله بيد الله، فلا تبحث عنه ولا تسأل متى وكيف، وإنما ماله تسعى. وكلمة متى وكيف يعني مثل واحد إيش جالس يذاكر يذاكر يذاكر، ها هو يريد النجاح بس هو إيش مستمر في المذاكرة. لكن في ناس تقول إيش أريد أنجح، يا رب نجحني يا رب نجحني، وهو جالس مكانه. فلو كان متوكلا لا سعى، يعني إيش؟ يعني ذاكر، بذل الجهد، وفي نفس الوقت ما جالس يفكر في ويش؟ في النتيجة، نتيجة النجاح. ما جالس يقول يا ترى متى بيعلنوا النتيجة، يا ترى بنجح ولا ما بنجح، يا ترى بحصل النتيجة اللي أريدها ولا ما بحصل. لا، ولذلك أزمة 12 يعني الخطأ اللي وقعوا فيه إنهم أحياناً إيش يكونوا يذاكروا بس مالهم في داخلهم ويش؟ خوف. فايش يصير لما يروحوا الامتحانات؟ مو يحصل، احيانا حتى ما يشوفوا السؤال، او احيانا يجاوبوا وهم ما بوعيهم، فيقول لك انا كيف جاوبت؟ انا متاكد جاوبت صح. لا، انت كنت ما في وعيك وانت تجاوب. يقول انا متاكد لدرجه انه يعني انا اقول لكم اياها، شوفوا هذا اللي اتكلمكم الان اكلمكم من خبره. فتحت في مره من المرات طلب مني انه انا اصحح طلبات اللي مطلوبة يعني تفتح، تعرفوا 12 يطلبوا فتح أوراقهم فيعاد تصحيحها مرة ثانية. أنا أقولكم تقريبا أعتقد 120 طلب أو فوق، يعني ورقة امتحان، ما وجدت حد إلا يمكن واحد يستحق تعديل درجة فقط، يعني لكلهم ما فيه، بالعكس بعدهم أعطاين زيادة، معطاين درجات زيادة. طبعا احنا ما ننقص، القاعدة ما ننقصه،
يعني اكتشفت في ناس اصلا معطاين درجات زياده وهم ما يستحقوها. لما تجيت قلش وقلش انا متاكد اني انا حاله حال انه ذا، وفعلا لما يجي تجيبي الطالب تعال انزين شوف حلك، يوم يجي يفتح مو هي صاك انت ما حال، خطك ولا ما خطك، خطي ورقتك ولا ما ورقتك، ورقتي طب وين انا حال، انا حيدني حالنا. لا انت ما، انت بالخوف مسيطر عليك لدرجه انه اعماك فظننت انك حليت. قولك انا مذاكر بس ايش مسوي الخوف. ولذلك علموا اولادكم التوكل، انه انت الحين ثاني عشر انت ما بذلت جهد خلاص توكل على الله وابدأ الحل وخليك هادي. وانا اتذكر انا يوم كنت طالبة في الثاني عشر كنا احنا في منطقة والمركز اللي نمتحن فيه في منطقة، والمفروض الباصات تشيلنا من مدرستنا الاساسية. تخيلوا انتو انا الساعة 8 على بالي الساعة 7، الساعة 7 على بالي كان امتحان مو تخيلي كيمياء اللي هو تخصصي الآن، أنا على بالي الساعة إيش 7، وعادة يعني من بيتنا إلى المدرسة ما تأخذ 10 دقائق مشي حتى، يعني ما من بعد المكان، فكنت أروح مشي. وأتذكر صادف ذاك الوقت إنه لقيت جدي الله يرحمه، يعني لقيته على الطريق في السيارة. وين رايحة بنتي؟ قلت له رايحة الامتحان. ما قال لي إنه الساعة 8، أنا على بالي كله إنه أنا الساعة 7. فتخيلوا أنتوا يعني أصلا من المدرسة لحد المدرسة اللي نمتحن فيها تقريبا 20 دقيقة، يعني شلنا باص. طبعا أنا رحت المدرسة وتفاجأ فيها خاوية على عروشها، ما حد فيها، الخلق كلهم رايحين باقية أنا. طبعا هناك بعض المعلمات، فأقول لهم هين هم الناس؟ قالوا لي دي، قلت لهم كم الساعة؟ فأنا متفاجأة، فقالوا لي عاد 8 وشي، يعني 8 وحاجة. طبعا قمت أصيح انهرت، إنه كيف الوقت راح علي خلاص بأحرم من الامتحان، وأنا كما تقولوا عاقدة الآمال وعاقدة كل شيء من يعني ماشي خلاص وقت، وما بيدخلوني ما بيدخلوني، يعني كذا كذا ما يتم إدخالي أصلا لأنه خلاص 8 دخل وقت الامتحانات. فتفاجأ هناك واحدة من المعلمات اللي صارت بعدين زميلتي، واحدة من المعلمات ربي يذكرها بالخير، قالت لي خلا ركب السيارة، شلتني. وتخيلوا كنا نسوي حادث لأنها كانت تسرع، كنا نقيس سيارة وجه بوجه لولا لطف الله. المهم وصلت من لطف الله تعالى، خلص الصوت، من لطف الله تعالى، وأحيانا الصوت أيوة ينزل. طيب من لطف الله تعالى من اللي كان جالس في القاعة، شوفوا يعني أصلا ماذا وجدت، يعني لطف الله وترتيب الأمور كيف تكون. اللي ماسك المركز طبعا توقف عند ممر الأول شيء عند البوابة، يعني قريب البوابة، ما كانت موجودة على أساس أنه اللي بيدخل متأخر ما يدخله، ما كانت موجودة. لقيت اللي ماسك القاعة اللي أنا فيها عمتي، طبعا هي تشوف الاسم موجود، احنا كان عندنا هذا ايش اسمه رقم الجلوس والاسم ينحط على الطاوله، واحنا ما كما اول ما كما تو يتغير هذا، لا ما يتغير، هي نفس الطاوله. فهي شافت اسمي وشافت ان انا ما موجوده، فشافتني جايه ودموع وحالتي حاله وحمره وصفره وخضره وكل شيء كل الالوان. لطف الله تعالى ايش سويت؟ طبعا تخيلوا انتم متخيلين 8 وشي مشتله، 8:30 تقريبا واصله. طبعا قالت لي ما اعطيش الورقه الا لما تهدي، انا ذيك الساعه باي الورقه باي اخلص. قالت لي لا اول شيء هدي، دخلتني بدون ان تعرف ماسكه المركز. فطبعا دخلت وخلوني اهدى تقريبا ما العشر دقائق، يعني قولي 45 دقيقة راحت، بقى تقريبا مال ساعة وربع. امتحان أظني ساعتين وساعتين ونص كذاك، تقريبا ساعتين ونص أظن. مال 45 دقيقة راح في الكيمياء وفي الفيزياء معروف إنه الدقيقة لها قيمتها.
راحت عنش 45 دقيقة يعني راح الامتحان نصه، لكن الله تعالى يسر وخلصنا وقمنا في 90. فالحمد لله رب العالمين. الأمر حتى يعني أنا أقول سبحان الله، وفي النهاية يوم تخصصت في ذي المادة بتمشكلت فيها. طيب، إذن علامة التوكل هو السعي. فلو كنت خائفة، تخيلوا أنتوا ذيك الفترة قلت أنا خلاص ما أصير، راحت علي خلاص، بذلنا الجهد ورحنا وتحركنا والله تعالى فتح الأمر. علامة الشكر من علامات الإيمان. ماذا يعني الشكر؟ ما علامة الشكر؟ الإنفاق. يعني كيف الإنفاق؟ أيوة، هذا مفهومنا المحدود، إن الصدقات. ماذا يقصد بالإنفاق؟ وقتي، جهدي، إيش بعد؟ العلم، التعب اللي أتعبه. لابد أن تنفق. ما أنت ما ينفع تقول أنا باغي حاجة معينة أنت حاط رجل على رجل، أنا باغي أفهم الشيء المعين وحاط رجل على رجل، أنا باغي أوصل للأمر المعين. يعني مثل واحدة تقول أنا أريد بيت، نزع لق القومي وقولي يا رب على الأقل، صح؟ ما قالت يا أبو اسمه أبغى بيت أبغى كذا، وهي جالسة مكانها، حتى دعاء مستكثرة على نفسها أنها تدعو دعاء. إذا كنت ممن تملك هذه العلامات اللي هي اليقين، الرضا، التوكل والشكر، فإن علامات الإيمان توفرت لديك، ولذلك استجابتك كيف تكون؟ هتكون إيش؟ هيكون إجابتك إذا كان يقينا تسليما، وإذا كان رضا فيكون ماله تفكر، وإذا كان توكل فكان إيش؟ سعي، وإذا كان آخر شيء فإنك تنفق. فعندها فإن الله يغنيك ويوسع عليك ويعطيك ويرضيك، وأيضا أنت ماله تستقر وتطمئن، فتتحقق وآتاكم من كل ما سألتموه. وشوفوا عكسها، شوفوا عكسها. إذا كنت ممن يشك، ما علامات الشك؟ كيف تعرف أنك أنت شكاك؟ إنه ما عندك يقين، تراقب. إذا كنت من الناس اللي كل شوية يقول مرت سنين وأنا أدعو، فأنت من أهل المراقبة. إذا تقول متى يا رب تجيب دعائي، فأنت من أهل المراقبة. إذا كنت تقول لنفسك أنا صار لي فترة طويلة أدعو، فأنت من أهل المراقبة والشك. طيب، أيضا من علامات الكفر إيش؟ السخط. إيش يعني السخط؟ إيش علامة السخط؟ مثل من اللي توي يتذمر في ذي الفترة الحالية؟ فئة عند فئة في عمان، باحثين لديهم تذمر كبير. أنا ما أقول إنه يعني ما لهم حق، لكن المشكلة الذي طغى عليهم هو التذمر. ليش التذمر؟ لأنهم ينتظروا إنه لازم الدولة توفر لي. من قال إنه لازم الدولة توفر لك؟ من قال؟ بالضبط. أيوة، لا يحاول ولا يتحرك ولا يقول أنا عندي طيب إمكانيات. يعني بأمانة أكثر من 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 واحدة كانت تجيني وتقول لي أعطيني أذكار، أعطيني دعاء عشان الوظيفة. وفي ناس تقول أدعو لنا بالوظيفة. طب ما مشكلة، الحين الوظيفة أنت للأسف تاركنها بيد من؟ بيد من الوظيفة مخلنها؟ بيد الحكومة. طب لو كنت تؤمن أنها بيد الله، هتطلبها من؟ من الله تعالى، صح؟ طيب كيف أطلبها من الله تعالى؟ أسعى، أتحرك. أنا أقولكم يا أنا بنفسي بعيني شفت ناس بدأت والله بالمشاكيك،
خريجين هندسة وخريجين شو اسمه تجارة وخريجين حقوق، ثم بعد ذلك ماذا؟ وفقهم الله. وفي ناس بديوا من مثل ما قلنا احنا بديوا من أقل إمكانية. في ناس كنت أقول لهم، يعني أنا أعرف ما شاء الله بعض الفتيات عندهم في التصميم، عندهم في الرسم، عندهم مثل هذه الأمور، وهم مثلا تخصصهم هندسة. فأقول له طيب سوي بزنسك الخاص. تقول لي كيف أسوي بزنس الخاص؟ أحتاج فلوس. من قال؟ من قال؟ فتحي حساب في الانستغرام وشغلش اللي تريديه ونزلي شوي شوي، الناس تبدأ إيش؟ تستمع تعرفش، وبعدين تتوسع وتبدي بزنس شوي شوي. لكن احنا وش مشكلتنا؟ مو نبغى، نبغى بسرعة وما نبغى نتعب. ها؟ انه بس احنا قصدك التربية، التربية ايش قصدك؟ التربية المدارس، المدارس تعلم الطلبة انه انت جيب مجموع عشان تاخذ البكالوريوس وبعدين تروح المكان اللي تريده؟ حشاهن، سامحيني، ما احترامي. صح انا معلمة وما ادافع، ما ادافع، احنا ما نقول حال الطالب. عليك كنت تقولي قولي حال الطلاب ولا شيء. ها ايوه، بس هي تقول هذه يعني التغذية اللي تقدمها. احنا مثلا احنا طلعنا حتى طلع بعده نتيجة والله يكون جاهز. هذا اللي كان موجود حتى ناس اول يعني ايه، ترى هو سابقا شوفوا وضع، والوضع السابق كان مختلف تماما عن الوضع الحالي. ايوه ايوه، انا يعني صديقتي في الامر ان الوضع السابق، بس انا فهمتك كاني فهمتك غاليتي، بس لحظات، كاني فهمت من الاخت انه يعني كانه التربيه تقول لهم انتم شدوا حيلكم عشان بعدين تحصلوا مجموع وبعدين تحصلوا وظيفه او تشتغلوا وتحصلوا وظيفه. لكن احنا ما نوعد، يعني احنا كمعلمين ما نحن نقول لهم ابذل جهد، ابذل جهد نعم عشان توصل لمكان معين، لكنه مسألة الوظيفة أساسا يعني ما في حاجة اسمها نعطي ضمان، ما نعطي ضمان. اللي صاير سابقا، لأن أول شيء كان مجتمعنا فتي بمعنى صح، توه بادي، فطبيعي كان ثالث إعدادي تصير معلم، تدرس سنتين أعتقد دبلوم بعد ثالث إعدادي وتصير معلم، كانوا ما يكملوا. هذا لأنه كان ما زال مجتمعنا ينمو. الآن أصبح إيش؟ في فائض. الآن التوجه وين؟ التوجه إنه أنت تقدر تعمل شغلك الخاص. وهنا على فكرة هنا يظهر أصلاً أمر الله تعالى. وإيش هو؟ إنه أنت عندك أساساً قدرات. حتى لو افترضنا إنه قلنا المدارس ما علمتك، التربية ما عطتك، لكن على الأقل أنت يفترض عارف قدراتك. وعلى فكرة شباب لديهم مهارات. أنا أعطيكم مثال بسيط. تعرفوا إن اللي يصمم فيديو، معلش أمي الفاضلة الله يبارك فيش، تعرفوا فيديو واحد مدته دقيقة ونص بكم يسوى؟ أنا طلبت من واحد هو خريج حقوق مرة يجي يصور فعالية، تعرفوا كم أنتج لي فيديو؟ كم مدته؟ دقيقة ونص. تعرفوا بكم؟ 50 ريال دقيقة ونص. 50 ريال. فأنت يعني أنت عند، وهو خريج حقوق للعلم وما يشتغله، ما يشتغل، لكن عامل بزنس ويتعلم. بقول لكم دقيقة ونص، أنا بقول له ما أريدك، لا أنا محتاجه. وفي ناس، وأنا أقول لكم في ناس عندهم تصميم جرافيكي وعندهم 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 عندهم الإمكانيات. وعلى فكرة الكورسات موجودة ترس الدنيا،
أنا كشخص هذه الأشياء المهارية ما أخذها إلا مجاناً من خلال الكورسات الموجودة في اليوتيوب، أي برنامج تعلمه من خلال اليوتيوب وأعمل بزنس من وراء. اللي يدرك إنه أصلاً هو يملك، هذا الذي لا يتذمر. لكننا للأسف إن الإنسان لظلوم كفار. رقم 3 التواكل. التواكل يعني ينتظر إن الأمور تأتي فيتقاعس، ما يتحرك، جالس مكانه يشتكي وتذمر من الوضع. لا تشتكي ولا تتذمر، تحرك، اسعى. الجحود، ما هو الجحود؟ الجحود يجعلك تعيش الشح. إيش يعني الشح؟ ما عندي شيء أنفقه. يقول لك كذا ما عندي شيء أنفقه، كيف ما عندك؟ أنت ما عندك وقت؟ في حد هنا ما عنده وقت؟ كلنا لدينا 24 ساعة. ليش في ناس في 24 ساعة تطلع آلاف الريالات في حين في ناس 24 ساعة عندهم نهضوا كما ناموا كما نهضوا، متساوي يومهم، فيومهما صار إيش؟ مغبون. من تساوى يومه كأمسه فهو مغبون. يعني يومك من البداية. ولذلك حتى في ناس الحين هذه أيام عرفة، ماذا تفعل أنت في أيام عرفة؟ من يصحى إلى ينام، هل تعلمت شيئا؟ هل تزودت التقوى اللي الله تعالى يقول لك وخير الزاد تقوى؟ هل عملت شيء لهذه الأيام؟ هل عملت صالحات؟ هل حضرت محاضرات؟ هل تعلمت درس؟ هل عملت لك جدول؟ هل نظمت لنفسك؟ ينتظر يوم عرف ويجي يصب بالدعاء، يا رب أعطيني بيت، يا رب أعطيني فلوس، يا رب أعطيني. قال لك أنا دعيت. ومن عرفة إلى عرفة يقول لك دعيت سنة كاملة وقال استدعي من الصبح إلى الليل. طب أنت أصلا ما في مقدمات، حتى جاي تدعي وأنت لا تبذل جهد ولا حققت الشروط الأخرى الأربعة اللي احنا قلناها، لا يقين ولا رضا ولا توكل ولا شكر. ولذلك يعيش هذا الشخص دائما في فقر وفي خوف وفي تخبط وفي نقصان وضيق. طيب، أمر آخر يجب أن نعرفه، كيف نصل إلى ما نريد؟ بس إذا ممكن نحرك الشاشة. هذه أيوة، أنت أصلا سابقتني أنا، بعدني فذيك ما إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ، الرزق موجود. أيوة هذا. طيب نجي نشوف هذه النقطة. الله سبحانه وتعالى يقولنا في كتابه الكريم في سورة صاد إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ، يعني ما له نهاية. طيب ماذا تفهم من هذه الآية؟ كيف تصل إلى ما تريد؟ أول شيء لازم تعرفوا، إذا أردتم أن تحصلوا على ما تريدوا في يوم عرفة، اعرفوا أن رزق الله واسع. يعني إذا أعطى الله زبيدة، قادر إنه يعطي أم سارة، قادر يعطي محفوظة، قادر يعطي أسماء، قادر يعطي كل واحدة منكم، ما ينقص ذلك إيش من ملكه شيء. فما تظن إن الله تعالى إذا أعطى فلانة خلص دورك، ما إليك أنت. مثل واحد يروح مخزن دنيوي، مخزن يوزع فيه، قالوا خلاص أنت خلص. لا، رزق الله ما له، حطوا هذه القاعدة. لذلك إذا أردت أن تصل ابدأ بهذه القاعدة، أن رزق الله ما له من نفاذ. الأمر الآخر، كيف تظن أن الله يعطيك وأنت تشعر بالفقر؟ إذا كنت من أهل الغنى لشعرت بالغنى. يعني كيف؟ في ناس لما تجي تدعو الله تعالى، تعرفوا ذاك الدعاء اللي هو ما الحسرة، يا رب أنا محتاج، يا رب أنا تعبان، يا رب. بس أنا أريد أوصل نقطة الحسرة. كيف يعني؟ يعني الحسرة اللي فيها أنه ما مصدق أنه الله تعالى بيعطيه، أو كأنه يقول أن الله تعالى غير قادر. فتجده لما يدعو يبكي، لكنه مش بكاء الخشية، وإنما بكاء إيش؟ لما يعطي الله، عما يعطيني الله تعالى.
يعني مقدم الشعور انه عما يعطيني الله تعالى. فكأنه يقول انه الله تعالى ما عنده، او كأنه خزائنه بتخلص، ولكن الله تعالى خزائنه ملأة لا تنفد. ولذلك لا يمكن أن يعطى إنسان وهو يشعر إيش بالفقر. أما الغني الذي يؤمن بالغني يعرف أن الله تعالى قادر وبيعطي، فلما يجي يدعو ماذا يتذكر؟ يتذكر غنى الله فيجعله ماله، يثق. يعني مثل وحدة تريد ذرية، تريد ذرية وهي مشغولة بالأسباب الدنيوية، إيش هي؟ أنا في المستشفى قالوا لي إني أنا عقيم، صح؟ فمشغولة بإيش؟ أنا عقيمة، فهي تدعو لكن في نفس الوقت جالسة تتذكر كلام الطبيب. إذن أين الغنى؟ يعني أنا لو أؤمن بأن الله تعالى، لو صح أؤمن بالله تعالى، هذه الأسباب ما لها أنفيها أصلاً من عقلي، ما أفكر فيها. ومرت علي قصة في فترة من الفترات، أعتقد في شهر رمضان، لامرأة قيل لها أنك ما ممكن أنك أنت تنجبي. قالوا لها استحالة استحالة، لدرجة أنها كانت يعني تقول لك، حتى لما كانت تدعي تمسك منطقة الرحم عند منطقة البطن، تمسك وتدعو الله تعالى أنه يحيي هذه المنطقة، لأن قالوا لها خلاص فأنجبت توأمة. يعني الإنسان الذي يثق ما يجلس يفكر في الأسباب الدنيوية، ما ينشغل بها. بالضبط. في نفس الشهر، ما متى ما سلمت قلت لكم ألا تنشغل بالأسباب. لو أنت تثق بالله تعالى ما هتفكر أي كان نوع هذا السبب. أيضا حتى تكون غنيا، شوفوا أعطيكم إياها من الآخر وعلى بلاطة، إن لم تحسن استخدام القليل لن تحسن استخدام الكثير. كيف يعني؟ يعني أنا مثلا عندي 100 ريال، بس أنا أفكر في الملايين. أنت 100 ريال ما تعرف تصرفها، كيف تبغى يعطيك الملايين؟ ستفسد الأمر. ولذلك الله تعالى يريد أن يرى منك حسن استخدام الشكر. إيش هو الشكر أصلا؟ الشكر حسن استخدام النعم التي لديك، حسن انفاقك، تمام؟ لكن لما تجي الحين الناس اللي تقول ليش الرواتب مثلا ما نزلت، بالله عليكم أغلب الناس كيف تتعامل مع الأموال؟ صدقوني كانوا بيصرفوها خلال ذي 4 أيام في لحظة وخلصت، ويجلسوا خلاف، مش ما زال ما عندنا ذيك الإدارة. أغلب الناس لا تدير أموالها بشكل صحيح. ولذلك الله تعالى يعطيك متى ما كنت من أهل الإحسان. إيش يعني الإحسان؟ أي تحسن التصرف. ولذلك إذا كنت واحد من النوع اللي يا رب يا رب أعطيني فلوس، وكل ما يعطي فلوس قال خلد بي، صح ولا ما صح؟ كل ما زارت البيسة يشتكي، صار له كم شهر يشتكي ما عنده فلوس، ويوم جات البيسة مو سوى صرفها. وحتى كانت في واحدة من الأخوات من كم يوم كانت تقول لي يعني إنه في ركود في التجارة وكذا وما أدري وإيش. قلت له سبحان الله، أنتي من كم شهر كنت تقولي لي إنه الأمور تحسنت، كيف صار ركود؟ وعلى فكرة الركود اللي صار ما لكم من يوم، الركود ذاك الشهر بس، في حين الفترة الماضية كان عندها فلوس، لدرجة أنها مو كانت تسوي بدون تفكير. وتو يوم جات قالت ماشي حركة، ماشي تجارة. سبحان الله، مو سويتي في الفلوس اللي قبل؟ أين أدرتي هذه الأموال؟ طب تجاتش أموال زيادة؟ ترى في فترات تجي أموال مالها. وهذا اللي علمنا الله تعالى عبر قصة النبي يوسف، إدارة الأموال. 7 سنين مالهن عقاف، صح؟ 7 سنين عقاف، كيف أنت تدير بحيث انه ما يحدث عندك عجز؟ يعني تقدر تعيش وتستمر في فترة اللي يكون فيها ايش، الاوقات اللي ما فيها اموال. من يحسن استخدام المال بيكون اصلا جاهز حتى حال العيد، بيقول لك انا ما محتاج الا راتب الحمد لله، مشتري
ومرتب وكافني، مرتب أموره. لكن المشكلة عندما يبدأ الإنسان ماله لا يحقق الشكر بشكل صحيح، أي لا يحسن. ولذلك أقول لكم يا اطمئنوا، الشخص الذي لا يحسن استخدام القليل لن يعطى الكثير. فإذا كنت لا تحسن استخدام يومك اللي هو 24 ساعة، لا تتوقع أنه بعدين تجي في لحظة وتقول يا رب ويستجاب. لا لا، أحسن الأول، أحسن الأول في 24 ساعة حتى تعطى ما ترغب. الوقت إن شاء الله اللي بعدها كم؟ إحنا الساعة كم ما شاء الله؟ 6؟ ستة وربع، يعني ما يكفينا لنا 6:30، ربع ساعة، ولا مستعجلين؟ الدعاء بعده عنده 20 دقيقة أو أكثر. ما أعرف، كن نكمل؟ والله ما أعرف، أنا عادي ما عندي إشكالية. زين، إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ، حاول أسرع بقدر الإمكان. الرضا يبدأ من اتفاقك مع نفسك، يعني وقبولك لها. تبغى الله تعالى يجيب لك دعاك، تصالح مع نفسك. كيف يعني تصالح مع نفسك؟ أغلب الناس دائما ينظرون إلى نفسهم إنهم هم ما يستحقوا، يدعو الله تعالى ويقول أصلا ليش يستجاب لدعاء؟ أنا واحد عاصي، أنا واحد كافر، أنا واحد ما مني فايدة، أنا واحد قصر. فيظلم نفسه وينسى أن الله تعالى أكرم وأعلم، ينسى ذلك. ولذلك إذا أردت أن يستجاب دعائك في يوم عرفة، تصالح مع نفسك، يعني سامح نفسك على تقصيرها، لا تذكر تقصيرها. وإذا أردت أن تذكر التقصير فاستغفر من التقصير، استغفر ربك، ولكن لا تقرع نفسك، لأنه هذا هيزعزع ثقتك في نفسك واستحقاقك إن الله تعالى يجيب لك دعائك. ولذلك هدي شوي لما تجي تدعو الله تعالى، ثق أن الله تعالى يعطيك، حتى لو كنت يعني إبليس اللي عصى الله تعالى وأجاب له الدعاء، أنت من حتى لا يجيب لك دعائك؟ يعني هتكون أسوأ من إبليس؟ هتكون أسوأ منه؟ إذن لماذا تقنط من رحمتي الله؟ لا، أول شيء أنه عدم حصول اليقين هو كفرك بما لديك، وهذا قلناها. طيب اللي بعدها يقول لك من مقامات التوكل ألا أبالي بإقبال الأسباب وإدبارها، ولا يضطرب قلبي ويخفق عند ظهور أو اختفاء ما أحب وإقبال ما أكره. ما يصير أحيانا تدعو دعاء ثم بعد ذلك الدعاء يظهر الشيء العكس، العكس يظهر لك الأمر بالعكس. الذي يتوكل على الله تعالى يفرح بأي الحالات، ما يجلس مشغول إنه يا رب ليش، على طول يثق، يقول لا بأس هناك خير حتى لو الأمر طلع بالعكس. هذا هو التوكل واليقين. يقول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من يتوكل على الله فهو حسبه. ثم ماذا يقول الله تعالى؟ إن الله بالغ أمره. اللي بعدها قمنا نسرع. إذا من مظاهر عدم التوكل هو الانتظار. إذا انشغلت وفكرت فيما تريد فأنت غير متوكل. أيضا الفرح، إيش الفرح؟ واحدة من الأخطاء اللي يقع فيها الإنسان أنه، خليني أعطيكم مثال، وهذه قصة حدثت لواحدة من الأخوات تحكيها. تقول أنا وصديقتي قررنا أن نقرأ سورة البقرة من أجل الإنجاب الذرية، فتقول قرأناها أنا وهي 40 يوم، 40 يوم، وفي اليوم 40 الثنتين حملا. وللعلم هذه اللي تخبرني تقول لي يا أمل أنا رحت حتى أعالج، يعني رايحة أعالج، وسبحان الله وهي تعالج قالوا لها ما أعرف ما ينفع في ذا الوقت أو شيء فحوصات رجعي، وهي راجعة صار عندها نزيف، فبعدين قالوا لها أنت حامل أصلا.
يعني وهي رايحة قالوا أنت حامل فلا احتاجت فحوصات ولا غيره، تقول بعد 40 يوم هذا الأمر صار. المهم تقول يا أمل بعدين استمريت حتى يثبت لأنه قالوا لها ترى عندك نزيف وكذا فيحتاج إنك راحة وتكوني في أتم رحم. فتقول استمريت في حين وظلت كذا تقول أقرأها حتى ولدت. ربيعتها مو سويت أول ما قالوا لها حامل جاءتها البشارة مؤقت خلاص. إذن هذا الذين يعبدون الله على فدقيق، أحيانا البشارة دقيق قطرة، أول الغيث قطرة. وبعض الناس إيش يجيهم؟ حلم. بعض الناس يجيهم حلم. طب أنت كنت تعمل عمل صالحات فجاء الله وبشرك في الحلم وقال لك إنه هذا الأمر الذي تريده سيحدث. قلت بس خلاص استمر في العمل، أنت بعد ما تحقق الأمر استمر. هذا هو، هذه بعد المشكلة. إذن عندما يكون لك عمل خير ثم تدعو الله تعالى ثم يبشرك لا تفرح بالبشارة فتنسى عمل الخير الذي كنت تقوم به لأنه أصلا سيضيع. أيضا إياكم والبحث المستميت عن الأسباب. إيش يعني؟ إحنا قلنا عن التوكل والسعي صح؟ لكن هذا لا يكون شغلي الشاغل. بمعنى ويش؟ في ناس يقولوا لها مثلا تقول أريد أدرس، طيب راحت تقدم أوراقها حال جامعة رفضوها، راحت تقدم جامعة ثانية رفضوها، جامعة ثالثة رفضوها، جامعة رابعة رفضوها، لدرجة هتقدم 24 ساعة تبحث عن جامعات. يقولوا لها هدي شوية، وقفي وقفي الأمر، إغلاق الباب له حكمة، إغلاق الباب له حكمة، هدي. لا هي تصر، لا بعدني أسوى، كيف أكون كذا كان متوكلة على الله وأنا ما أسعى؟ طب أنت سعيتي، من قال ما سعيتي؟ لكنه الأمر ماله، ما وقته، إهدأ. وهنا الناس بعض منهم للأسف يختلط عليهم الأمر، يقول لك عجب كيف أكون من أهل السعي، بس أنت سعيت مرة ومرتين وثلاث ولكن أغلق، إهدأ شوي. وفي ناس كذا، وتكلمت عن قصة أحد الأقارب، كان زوجته تحاول أن تنجب ولكن سبحان الله يقول في اللحظة التي قلنا خلاص بس نوقف رزقهم الله. فأحيانا أنت تسعى تسعى تسعى، كل ما يحتاجه فقط أن تسلم، كل ما يحتاجه أن تسلم. تريد أن يجيب الله تعالى دعاءك، إياك والنظر إلى ما عند الآخرين ولا تمدن عينيك. في ناس تدعو وتشوف وتقارن، فلان أنا دعيت بالزوج تزوجت فلانة، أنا دعيت بالبيت وفلان بنى بيت، أنا دعيت بالمال وفلان صار عنده المال، أنا دعيت بكذا وصار فلان عنده كذا. لا تنظر، رزقك سيأتي. ما قلنا أنه هذا رزقنا ما له، إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ. يمكن هذه الأشياء إحنا قلناها، بس أختم أنه أغلب الناس دعائهم مبني على رغبة وليس حاجة، وهذه أخطر شيء. لي الصفحة العاشرة، أمن يجيب المضطر. أغلب الناس دعائهم مبني على أهواءهم ورغباتهم، يعني ما حاجة. يعني مثلا في ناس تقول لك أنا باغية ذرية مثلا، وتعالوا شوف قصة النبي زكريا. تو النبي زكريا طول عمره ما عنده أولاد صح؟ هل النبي زكريا عندما طلب الذرية رغبة؟ هذه حاجة. ليش؟ لأنه إني خفت على من بعدي صح؟ إذن هنا المسألة حاجة. لذلك اعلم أن الله تعالى لا يعطي الرغبات وإنما يعطي الحاجات. إذا أنت محتاج لهذا الأمر سيعطيك، إذا الله تعالى رأى في علمه أن هذا الشيء إذا ما تحقق لك أنت ستهلك سيعطي. ولذلك أمن يجيب المضطر؟ إيش مال المضطر؟ المضطر محتاج، ما رغبة، المضطر محتاج ذيك اللحظة. ولذلك هناك فرق بين أن تحتاج وبين أن رغب. وإحنا تقول أنا أرغب بفلوس واجد، أمس أنت ما محتاجتني،
واحدة تقول أرغب بذرية، أيوة بس أنت عايشة من غير ذرية، فأنت ما محتاجتنا، ما راح تقدم لش زيادة ذرية. واحدة تقول أنا محتاجة البيت، أيوة بس أنت عايشة الحين في بيت، أنت ما محتاجتنا البيت، بس أنت عايشة في بيت بسيط، يعني أنت ما محتاجتنا. ولذلك الله تعالى يعطي عند الحاجة. ولذلك الناس أحيانا مش للأسف يدعون بالرغبات ولا يدعون بالحاجات، والله لا يعطي إلا الحاجات، لأن الله تعالى حاشا أن يعطيك شيئا ثم يتسبب في إفسادك، لأنه إذا أعطاك رغبات اعرف أن رغباتك ستفسدك، لأن نابعة من هوى الرغبات نابعة من هوى النفس فستفسدك في النهاية. هنا وصلنا إلى نهاية الجلسة، أعتذر على الإطالة، بقي اللي هي الصفحة الأخيرة. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم لا تدع لنا هما إلا فرجته، ولا تجعل لنا حاجة إلا قضيتها، ولا مدينا إلا قضيت حاجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم ولا عازبا إلا زوجته، ولا طالبا من طلاب ثانويتنا يا رب العالمين إلا أنجحته يا رب العالمين ووفقته يا الله. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات صفحا وعفوا وغفرانا. اللهم وارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه، اللهم وارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه، واعف عنا إنك أنت العفو الكريم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم.